الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه. نعم، يعني حتى يقبضه قبضا تاما وملكا تاما. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت أمين، روى له الجماعة. قال: حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد بن درهم، وهو من أساطير المحدثين، نبيل القدر، ثقة ثبت أمين، روى له الجماعة. وقلنا من نبله أنه رارع شعبة في خالد الحذاء. نعم. قال عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار المكي من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال عن طاووس. عن طاووس بن كيسان، وهو من الثقات أيضا، روى له الجماعة، وهذا طبق التابعين يروي بعضهم عن بعض. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعن ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من آل البيت، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو من العبادلة الأربعة رضي الله عنه وأرضاه، حبر هذه الأمة وترجمان القرآن. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس: تستوفيه حتى يستوفيه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: وأحسب كل شيء مثله. قال: وفي الباب عن جابر، وهذا معناه أنه يرى العموم. قال رحمه الله: وفي الباب عن جابر وابن عمر وأبي هريرة. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري، وقد رخص بعض أهل العلم في من ابتاع شيئا مما لا يكال ولا يوزن، مما لا يؤكل ولا يشرب، أن يبيعه قبل أن يستوفيه. وإنما التجديد عند أهل العلم في الطعام، وهو قول أحمد وإسحاق. انتهى، جزاكم الله خير. هذه مسألة عظيمة جدا، وهي مسألة البيع قبل تمام الملك، البيع قبل تمام الملك، وهو في قول سلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. هنا عندنا في هذا الحديث العظيم صورة المسألة أن يشتري المرء طعاما جزافا، أو يشتري طعاما وقبل أن يقبضه يبيعه. يعني إن كان مثلا اشتراه من بلد آخر، هو في مصر واشتراه في الإسكندرية وفي الأردن واشتراه في اليمن ولم يأته، ويبيعه قبل أن يأتي لغيره، أو يشتري من السوق ولم يعني يقبضه ولم ينقله إلى مكانه وأيضا يبيعه. فإحنا عندنا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت حرمة هذا البيع، وهذا محل اتفاق بين العلماء. يعني بيع الطعام قبل الاستيفاء، قبل تمام الملك بتمام القبض، لا يجوز باتفاق، لا يجوز باتفاق. والأدلة عليه كثيرة، فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، بأنه قال سلم: من ابتاع طعاما، وهذا تصريح في الطعام، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. في رواية أخرى: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وهنا معناه حدث الإجاب والقبول وتم البيع والعقد وافترق على ذلك، لكن تمام الملك لا يكون إلا بعد القبض، تمام الملك لا يكون إلا بعد القبض، وحرية التصرف في السلعة بعد تمام الملك، وتمام الملك لا يكون إلا بعد القبض. لذلك في رواية زيد بن ثابت، في رواية أخرى أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه اشترى زيتا، وهو في محله ولم ينقله، فجاءه رجل فأربحه فيه فأعطاه زيادة فباعه له، فضربه زيد على كتفه أو على ظهره. قال: أما علمت أن السلام نهى عن ذلك؟ نهى من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى ينقله، حتى يحوزه، حتى يقبضه. فهذه كلها أدلة جاءت دلالات على حرمة بيع الطعام قبل القبض وقبل الاستفاء، وهذا محل اتفاق بين العلماء، هذا محل اتفاق بين العلماء. في قول المصنف: وفي الباب عن جابر، هذا أخرجه أحمد ومسلم. قال: في الباب أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه،
دلالة أيضا على مسألة النقل، وأن تمام الملك لا يكون إلا بذلك، لابد من النقل حتى يتم النقل حتى يتم تمام القبض. وهذا أخرجه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجة، قوله في حديث ابن عباس حسن صحيح، أخرجه الجماعة، الجميع أخرجوا هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. من المسائل المهمة التعلق بهذا الباب هو أن العلماء اختلفوا فيما بينهم في الحاق غير الطعام بالطعام، اختلفوا فيما بينهم في الحاق غير الطعام بالطعام. هل السيارات، رجل صاحب مكان لبيع السيارات، المعارض، معارض السيارات، يستورد سيارات من ألمانيا، وعنده أيضا الصور لهذه السيارات فأراها للرجل، فالرجل قال أريد هذه السيارة فباع عليه وأخذ الثمن وهي ليست عنده، هو اشتراها وبعث الأمر بالشراء وهي ما زالت، يعني هي الأوراق، نقول حتى لو الأوراق جاءت، لأن بعض الناس يرى أن القبض بالأوراق الآن في المعاملات المعاصرة الآن يرى أن القبض يكون القبض بالأوراق، كيف القبض بالأوراق والمسألة فيها الضمان كما سنبين، فلم تأتي، فباع هذه الصورة التي اختلف فيها العلماء. أو رجل، وهذا كثير في الأسواق، رجل تذهب لتشتري هاتفا فتقول له أريد هاتف رقم كذا أو نوع كذا، فيقول انتظر، فيتصل بالمحل يقول له يعرف ثمنه، فيقول هذا ب5000، يقول رجل اشتريت، فيأخذ منه المال ويتصل بعد ذلك بالمحل الآخر ليأتي به، أو يأخذ منه العربون يقول تعالى كمان ربع ساعة ويأتي يأخذ العربون، هذه مهمة، يأخذ العربون ثم يأتي بعد ذلك بالهاتف ويأتي الرجل يأخذ منه الهاتف. وهذا كثير في التجار، هذا كثير في التجار في الأسواق هداهم الله، وكل ذلك حرام عامة. هذه الصورة التي اختلف فيها العلماء، هذه الصورة التي اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا على أقوال. القول الأول هو قول جماهير العلم، الشافعية والحنابلة قالوا لا يجوز والبيع باطل، لا يجوز والبيع باطل، لأن مطلق النهي يقتضي الفساد، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة صراحة، منها حديث الباب، وحديث الباب ووجه الدلالة كما سنبين، حديث الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم، بأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. لو وقفنا عند قوله من ابتاع طعاما لا يكون له دلالة فيما نصوره الآن، لكن هنا الاستدلال به من قول ابن عباس، الاستدلال به من قول ابن عباس، لأننا لو وقفنا عند النص من ابتاع طعاما فالدليل أخص من الدعوة، وهذا ضعف الاستدلال. لكن ما الذي جعلنا نوسع الدائرة؟ وقول ابن عباس قال ولا أحسب كل شيء إلا مثله ومثل الطعام. وين وجه الدلالة من هذا القول؟ الارتكاز على وجه الدلالة من هذا القول. قلت هنا الدليل أخص من الدعوة، لكننا نستدل به بضميمة قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال ولا أحسب كل شيء إلا مثله. قلنا وجه الدلالة من قوله، أنا أريد وجه الدلالة من هنا من قوله، وأيضا كيف يكون دليلا. هذا وجه الشاهد يا أبا البراء، ائت بوجه الدلالة وأحسب كل شيء مثله وجه الشاهد. وجه الدلالة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، القياس جيد، بس كل نص في العموم، وهي القياس نعم يدخل فيها، كل نص في العموم، وأحسب كل شيء، السيارات والعقارات والمراكب والسفن وغير ذلك، كل نص في العموم، كما جاء النص من أم مريم قالت كل نص في العموم، جزيت الجنة دل على جواز. نعم هذا صحيح، لكن هذا في الفوائد نتكلم عن الاستدلال. ومن وجه الدلالة هنا الذي ما رأيته، يعني من وجه الدلالة هنا أن نمثل أن ابن عباس لما قال أحسب كل شيء مثله، هذه من باب الراوي أعلم بما روى، لأنه ليس مرفوعا تستدلون به، قلنا نعم، لأن الراوي أعلم بما روى، الراوي أعلم هذا الوجه التام في الكلام على الحديث. وقد جاءت أحاديث كثيرة تثبت ما تبناه ابن عباس، فحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع، والسلع عموما هو الآن، قال نهى أن تباع السلع بالألف واللام التي تعمم وتنشر، نهى أن تباع السلع حتى تبتاع، نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، يعني في مكان البيع، نهى أن تباع السلع حيث تبتاع
حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وهذا أخرجه أبو داود والدرقطني وفيه التعميم. وأيضا في حديث السنن لحكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه قال: قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا، بيوعا هنا إني أشتري بيوعا، ها نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، تفيد الإطلاق والجمع أيضا على التعميم، إني أشتري بيوعا فما يحل منها وما يحرم عليها. قال: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. قال: إذا اشتريت شيئا، إذا اشتريت شيئا، وهنا شيئا نكرة في سياق الشرط أفادت العموم، نكرة في 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 سياق الشرط أفادت العموم، هذا كله دلالة على أنه على العموم. وأيضا عندهم من الأدلة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يملك، نهى عن بيع ما لم يملك عموما، نهى عن بيع ما لم يملك عموما، ونهى عن ربح ما لم يضمن، ونهى عن ربح ما لم يضمن، وهذه أيضا فيها دلالة أخرى على ذلك. فإذا هنا هذه الأدلة بأسرها قد أثبتت العموم، وأنه لا تباع السلع حتى تقبض، حتى يتم الملك فيتصرف فيها كيفما شاء. هنا الرواية الأخرى في رواية حكيم بين ظاهر فيها العموم، والعلماء هنا قالوا العلة في ذلك أنه لا يضمن، يعني هنا عندهم في حديث الآخر نهى عن بيع ما لم يملك وربح ما لم يضمن، هذه من وجهين الاستدلال بها، من وجهين: الوجه الأول ربح ما لم يضمن، لأنه ما لم يقبض لا يضمن، يعني لو غرقت في البحر لا يملكها، لا يضمنها هو، لو ترك السيارة في الوكالة وباعها على الرجل قبل أن يأخذها من الوكالة ووقع السقف على السيارات وعليها، فمن يضمن؟ صاحب الوكالة، هو لا يضمن، فيدخل في هذا النهي نهى عن ربح ما لم يضمن، هذه عله الآن أنه نهى عن ربح ما لم يضمن، وأيضا عن بيع ما لم يملك لأن في ذلك الغرر، وأيضا الشك في القدرة على التسليم، كل هذه علل تثبت المسألة على العموم أنه لا يجوز. خالف والأحناف وافقوا الجمهور، وافقوا الشافعي والحنابلة في ذلك، وخالفوا فقط في الدور والعقارات، المعدات الثقيلة والسفن وغير ذلك والقطارات، فقالوا بأنها يعني تصح بالتخلية وينتهي الملك، يتم بالتخلية إذا كانت أرض يخل بينها وبينها، إذا كانت دور أو عقار يعطيه المفتاح. فقالوا بذلك، وأدلتهم هي أدلة القوم، لكن أخرجوا الدور والعقارات بإيش؟ بأنهم قالوا العلة في النهي هو خشية التلف، ويكون نهى عن ربح ما لم يضمن، وخشية التلف لا تطال الدور والعقارات، كلام وريه جدا في النظر. والمالكية، والقول الثالث للمالكية، والمالكية هم الذين قالوا فيما يكال ويزن، قالوا المسألة في الطعام، المسألة في الطعام، بأنه في قول سلم من ابتاع طعاما قالوا هذا أخص، وعندهم دلالات تؤكد لهم ما قالوا. ما هي الدلالات يا ترى عند المالكية التي تؤكد ما قالوا؟ تمسكوا برواية من ابتاع طعاما، وتمسكوا برواية ابن عمر أنه اشترى زيتا فكان طعاما. أنا سأفتح لكم جزئية وتأتون أنت بالجزئيات الأخرى، ولأنهم حملوا كل الأدلة التي جاءت على الإطلاق على هذا القيد. نعم ممتازة أم مارية، قال ظاهر النص قوله طعاما، وهذا صحيح وأخذوا بالظاهر، وجعل المطلق يحمل على المقيد، ممتازة أبا البراء، جيد. هنا لهم دلالات أخرى تؤكد لهم، نعم من الدلالات التي تستدل بها كما قال حاتم في أهل المدينة، لهم دلالات أخرى أيضا، أو قل دلالة أخرى بقيت، هذا من وجه التعليل، خشية الربا. نعم حقا الملكية يرون بأن الطعام في هذا الباب إذا غاب يكون فيه مسألة النسيئة الماء، لكن الحق أن الربا لا يدخل عليها في هذا الباب. الطاهر أيضا قال أنه سد الذريعة، جيد جدا، لكن ليس هذا الباب. عاجز مسترع عن تسليمي كما قلنا، نعم، لكن هو في الطعام وفي غيره، لما في الطعام فقط؟ قالوا لأن الطعام يسرع إلى الفساد، قالوا لأن الطعام يسرع إلى الفساد. نعم ليس هي.
ستتعجبون وتعرفوا الإجابة، لأن الأصل الحل، الأصل في البيوع حل، وخرج الطعام بالنص وبقي على هو عليه، وتوسيع ذلك تحجير على الناس، فيبقى الأمر على الأصل. والصحيح الراجح من أقوال الثلاثة وقول الشافعي والحنابلة وقول الجمهور، وهو الصحيح الراجح الذي لا محيص عنه، بأن كل شيء اشتراه المكلف لا يجوز له حرية التصرف فيه ولا في بيعه إلا إذا تم القبض، إلا إذا تم القبض. نعم، سؤال وجيه جدا، اصبر يا سكين. إلا إذا تم القبض في ذلك، لعموم قول سلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، وفي رواية حتى ينقله حتى يحوزه في رواية ثالثة، وأيضا من ابتاع شيئا وهذا على العموم أيضا فلا يبيعه حتى يقبضه، وأيضا نهى عن ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يملك، وكلاهما فيهما العلل في ذلك، وهو عدم القدرة على التسليم، وأيضا أو تمام القدرة على التسليم، وأيضا مسألة ربح ما لم يضمن يدخل فيه، يشابه الربا في ذلك. فالراجح صحيح قول الشافعية والحنابلة لهذه الأدلة الكثيرة التي جاءت على التعميم. وأما في قول سلم من ابتاع طعاما فرد من أفراد العموم لا يخصص، القاعدة الأصولية عند العلماء فذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص ويبقى لام على عمومه. وأما قول الحنف فهو من أوجه الأقوال، ولأنهم قالوا لأن ولأنهم قالوا نحن معكم وأنه لا بد من القبض، لكن هنا الدور وقالوا أن القبض هنا التعليل فيه خشية التلف، وهو منتقد بالجديد. هذا القول قوي جدا، لكن هو منتقد بالجديد، بناية جديدة، فين التلف الآن؟ بناية جديدة ما فيش خشية التلف، إذا قال بذلك هذا الباب صحيح، هو منتقد بالجديد. بيقول الأحناف قالوا العلة خشية التلف، قالوا فالدور والعقارات لا التلف لا يسعى عليها التلف، قلنا منتقد بالجديد والقديم قد يسعى عليه التلف، يبقى هو أصالة هيكون عندكم التخصيص في الجديد فقط. نعم، القول الثالث هو قول المالكية، وهو أضعف الأقوال، وهو أنه حجر الأمر على الطعام، وقال بذلك في أهل المدينة، قلنا الآن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم ولا يعارض بفعل أي أحد ولا أي مكان. والأمر الثالث وهم يستدلون بذلك أنهم قالوا بأن كل المطلق رحمة على المقيد، فعل الصحابة لا يدل على ذلك. وهنا حديث حكيم بن حزام يرد على قولي في هذا الباب، قال بيوعا، يبقى بيوعا بيوع الطعام والسيارة وكل البيوع، بيوع أي شيء من السلع. وحديث زيد أيضا قال نهى أن تباع السلع، وهذا على التعميم. فيبقى أن الصحيح الراجح في ذلك قول جماهير أهل العلم، وأنه لا يجوز من اشترى شيئا لا يجوز في حال من الأحوال بيعه حتى يحوزه حتى ينقله حتى يقبضه، للأدلة الكثيرة الواضحة الجلية على ذلك. أما ما قالت الأخت الفاضلة سكينة، قالت هل القبض هو النقل أم الحيازة أم شيء عرفي؟ القبض تمام القبض هو الاستلام والاستفاء مع تمام النقل، الاستفاء والاستلام مع تمام النقل. ولو قلنا بأنه عرفي فالقبض العرفي عندنا الآن بالأوراق، لو رجل استورد شيئا من أوروبا وجاءته الأوراق التي تدخل في الجمارك يأخذها، يكون ده قبض عندهم، وهذا قبض عند بعض العلماء، هذا قبض عند بعض العلماء، وهذا خطأ مبين. والذي يرد حديث من ابن عمر لما استلم الزيت في نفس المكان، أو استلمه تم القبض هو الآن، لكن لم ينقله من مكانه، قال له زيد أما تعلم، ضربه على كتفه وقال ألم تعلم أن المسلم نهى عن ذلك، ألم تعلم أن المسلم نهى عن ذلك. فهنا القبض وتمام القبض هو بالاستلام والاستفاء والنقل، بالاستلام والاستفاء والحيازة والنقل، هذا هو تمام القبض. ولو قال بأنه شيء عرفي على ذلك يكون الأوراق قبض، استلم أوراق السيارة لما استلم السيارة هذا قبض، فيبيعها على إثر ذلك، وقد قال به بعضهم وهذا ضعيف جدا،
هذا ضعيف جدا. ذاك في المعاملات المعاصرة هنا الآن يفعلون هذا. هو يقول أنا اليوم يشتري عن طريق النت يأخذ نفس الحكم. نعم يأخذ نفس الحكم لو اشترى على النت هاتفا وحدث أنه المبادلة أنه سيأتيه بعد ذلك بشهر أو بشهر، لا يجوز له أن يعرضه للبيع، لا يجوز. يمكن أن يعرضه ولكن لا يبيع ولا يشتري، يعني يكسب زبونا ويقول له وسيأتيني بعد شهر، فإن كان في يدي تعالى واشتريه. لكن ممكن يعرضه الناس تراف تقول أنا أريده بكذا والثاني يقول أريده بكذا، نعم له ذلك دون أن يقبض شيئا ودون أن يبيع ويشتري في هذا الباب. فإذا حتى استلام الأوراق ليست قبضا، لأنه لا بد من الحيازة التامة بالنقل، لابد من الحيازة التامة بالنقل. ولذلك أنت ترى رجل اشترى سمنا أو زيتا من شركة وهي معبأة في السيارات، وهي في الطريق إليه اتصل به رجل قال أريد زيتا، قال عندي السيارة ستأتيني، قال بكم؟ قال ب5000، بعث عليه 5000. فاتصل بقائد السيارة قال حول طريقك المسار إلى شركة كذا، بيع باطل، بيع امتلك أقول الآن وهي في الطريق إليه، إلا أن نقول أن السائق وكيل في القبض. لو قلنا السائق وكيل في القبض وقد نقلها من نفس المكان شركة له أن يبيع، لكن غير ذلك لا يجوز، لأنه قد يكون الحمال عليهم، فيكون السائق من الشركة التي باعت، فلا يجوز بحال أن يبيع حتى يأتيه في مكانه وتنزل هذه البضاعة ثم يبيعها بعد ذلك، ثم يبيعها بعد ذلك، فلا يصح بحال من الأحوال البيع إلا بعد الحيازة والنقل، لابد من تمام الاستيفاء وتمام القبض، وهذا الراجح الصحيح في هذه المسألة المهمة. الفوائد المستنبطة: ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص. قال من ابتاع طعاما، وهذا فرد من أفراد العموم، من ابتاع طعاما، من ابتاع سفينة، من ابتاع سيارة، من ابتاع طيارة، كله يدخل في قول بيوعا وفي قول السلع. نعم، ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص. يعني الشركة الأولى لها سائق، والسيارة سيارة الشركة الأولى التي اشترت، فيكون السائق لهذه الشركة هو الوكيل في القبض، فيذهب إلى الشركة الثانية فيقبض ويمشي بالسيارة، نقول هنا قد تم القبض وتمت الحيازة بالوكالة. نعم، الراوي أعلم بما روى، ابن عباس قال وأحسب كل شيء مثله. التعليل قد لا يخصص وقد يخصص. طيب أفوض لما قالت شيخنا نحن نشتري بضاعة عن طريق النت ويكون الدفع عن طريق النت، عن طريق بطاقة الاعتماد، هل كل هذا بيع حرام أيضا ضمن الشروط المطلوبة؟ لا ليه ما حرام؟ البيع إذا حدث فيه الإجابة والقبول وتم الدفع، ولما تكون فيها أصناف ربوية وتم الدفع عن طريق بطاقة الاعتماد دي، المهم في البطاقة هذه تكون بطاقة جائزة، بطاقات الائتمان أكثرها حرام ربا، فتكون بطاقة جائزة، جائز وليس فيه ثمة شيء. لا محل التسليم في الشركة الأولى يا أستاذ تامر، يا أستاذ، يا دكتور المحاسبة، الأصل أنه أن التسليم في الشركة الأولى، فلما سار بالسيارة في الطريق إلى الشركة الثانية قد تم النقل هنا الآن، يبقى هو حاز وانتقل.